السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. عبد الرحيم التعقيلي، عم وداد التعقيلي، الدرية اللي تعرضت لاختطاف واحد نهار 9 في رمضان 2021، وأب أميمة اللي ذكرت ليا في ذكرها هذوك المختطفين اللي قال هذاك اللي خطفها قال الوداد، قال لها راه هادي وداد وباقي ليا أميمة. نعاود لكم التفاصيل ديال الحادث. كانت وداد غادية مع الوحدة غادية للمدرسة، وفي واحد 150 متر من الدار تعرض لها واحد الغريب وحاول يخطفها وتسلات منه، وجات تجري للدار في واحد الحالة هستيرية وكتبكي. خرجنا عندها قلنا لها مالك، قالت لك راه تلقى ليا واحد السيد ديد كحل ولابس لك حل. قلت لها واش كتعرفي؟ قالت لي لا ما كنعرفوش. ومش هزيتها بالزربه، مشيت كنجري ديتها للمدرسه، قلت لها الاستاذ، قلت له داو وداده كان ما كان تعرض لها واحد السيده اللي كان، واتصلت بالمقدم صافي. وجيت كنشط هذيك البلاصه حتى الدوار والكسر كامل، تنقلب علاش ما لقاش هذاك السيد اللي المواصفات اللي عطاتني والو. قلبت عيت ما لقيت والو، رجعت تسكيت. مع 5:30 كيسوني التليفون، واحد ولد عمي هنا جارنا سوني قال لك اودي خرج عندي الباب الخلفي ديال الدار. خرجت لقيت وداد ولقيت واحد السيد معاها، قال لي راه وداد هزها شي وحدين بالموتور وهربوا بها حتى ليفريو وطلقوها وجاو. ومشات كتجري عندي للدار وجبتها. هذا ما كان صافي، هزيتها بالطوموبيل انا ومشيت باش نشوف ديتها. بقيت ندورو باش نشوف باش ما تلاقى مع دوك صحاب الموتور ولا شي. مشيت واحد 10 كيلومتر، مشيت مع الطريق ورجعت مع الطريق، ولا ما لقيناش الاثر لهذاك المجرم. لا انا الصوره طلعت في هذيك الساعه صونيت لقيت، قال لي صافي، قال لي واش ما كتعرفش هذوك الناس؟ قلت ليه لا. قال لي حتى غدا ودير شي كيلو عند الجندار. صافي ولاو الجندار جاو في هذيك بالليل، جاو بالليل داروا المحضر ديالهم صافي. و كما كان و تنطلبوا من نعطيوهم الاوصاف والاوصاف ديال الموتور وكلشي. وغد لي حنا مشينا عندهم لبريكات فابيس، والسيد ومراته اللي جات عندهم للدار تما تصنتو ليهم.